السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوست خالد بس. احنا لوست خالد. انتوا مين؟ احنا انا اوك. وانا اورتيجا. مروني. كنا عايزين بس نتكلم معاك في موضوع على هداوة كده. موضوع ايه؟ من الاخر كده البت دعاء اللي انت لابسها دي تخصنا. وعايزينك تخرج منها عشان ما نعملش معاك الغلط. اللي انتوا ما تعرفوهوش بقى ان دعاء دي تخصني انا، وانا معايا ورق يثبت كده، وشكل انا بقى اللي اعمل معاك الغلط. ارجع يا ما تضيعش نفسك عشان واحد تافه زي ده شتمك خالص. ما تعملش كده، ما تخافش منه يا ده خش وقش وكراتين فاضيه. يبقى انت بقى كده ما سمعتش عن كابتن خالد ابو الوفا. اوعى تكون فاكرني من عفاريت السيكي ميكي اللي بيسكنوا الحمامات ولا الحتت المهجوره. يا ده انا جايبها من تحت، ده انا جني سفلي. يالا ما تشعلش اللعيب وترجع تخيب. ايه؟ ما تشعلش اللعيب وترجع تخيب. خد بالك يا الواد ده قريب محمد رمضان. وفي واحده كمان. ايه؟ ما تولعش النار وتعمل حوار. لا ده كده قريب بوشه. واقدر اقول لك كمان يا رجل. ولا اخشى عيار. انسان انسان. اقلع التوكه يالا. ايوه احنا بني ادمين. انصرف انصرف. صرخ زي ما انت عايز، محدش هيسمعك. وعلى فكره محدش يقدر يشوفنا ولا يسمعنا غيرك. ايه ده بجد يالا؟ انا بقوله كده بس عشان يخاف. انت بتسحني وراك ليه؟ انت بتسال دلوقتي ليه اركب نمره؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ احنا نقدر ندخل اي مكان ونخرج منه عادي عادي عادي. وعايزين مني ايه؟ ولا خلاص يالا. ما هو قال لك يالا انت غبي. عايزينك تخرج من دعاء اختنا. دعاء مين؟ اختنا. اختكوا؟ ايوه. انا اسف جدا. اتفضل 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 اتفضل. انا بعتذر جدا عن اللهجه الشديده اللي انا كنت بتكلم بيها. انا اسف جدا يا عمي. بلا عمك بلا ابنك. لخص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بحب دعاء وما اقدرش استغنى عنها. ايوه بس انت عفريت وهي انسانه، ما تركبش يعني. انا عارف انها ما تركبش، بس انا محوش قرشين وهسافر لبنان واعمل عمليه وابقى انسان. ايه ده، هم في لبنان بقوا يعملوا العمليات دي كمان؟ ده في ناس كتير عاملين العمليه دي وعايشين وسطكم وانتم مش حاسين بيهم. زي مين يعني؟ زي قصقص وحمدي المرغني ونص بتوع مسرح مصر. ايه بس اعتقد حمدي المرغني ما عملش العمليه دي. حمدي عملها وفشلت. اقسم بالله انا قلت ان وشه ده مش وش بني ادم.